وللمتابعة ينضم إلينا مراسل التغيير من بابل أحمد الحسناوي. أحمد، نشوب حريق في المستشفى التركي، المؤسسات الصحية تعلن حالة الإنذار، لا وجود لأي إصابة أو وفاة. ما هي آخر التطورات خاصة بعد إخلاء الكادر الطبي للمرضى المقيمين في المستشفى؟ حتى هذه اللحظة يعني تواصل فرق الدفاع المدني التي استنفرت كل جهودها في محافظة بابل، تواصل عملها داخل هذا المكان الذي تعرض إلى انفجار في جهاز الحاسوب، مثلما صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة مهند العنزي قبل قليل في تصريح لقناة التغيير، وقال أن هذا الحاسوب عندما انفجر أحدث نوع من الدربكة في داخل أروقة هذا القسم، باعتبار أن البناء هو نظامه نظام مغلق، وبالتالي فإن انتشار الدخان والناجم عن احتراق الحاسوب جهاز الحاسوب أحدث نوع من الاختناقات. اللجنة الصحية، دائرة صحة بابل، مديرية الدفاع المدني، الجهات الأمنية تؤكد أن لا وجود لخسائر بشرية، فقط مادية كما تشاهدون إن أمكن. يعني الآن هذه الفرق تحاول قدر المستطاع أن يعني تعيد في هذا المكان الاستقرار، وبالفعل قد تم تشغيل يعني شبكة منظومة الكهرباء، وأيضا سيعاد العمل خلال الساعات القادمة أو يوم غد، ليصار إلى استقبال المستشفى، استقبال المرضى مرة أخرى. عموما يعني جميع المرضى في الطابق الأول والثاني تم نقلهم إلى مستشفى مرجان التخصصي ومستشفيات أخرى. مديرية الدفاع المدني تؤكد أن لا وجود لقضية يعني حوادث مفتعلة.